السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا طلبت حاجات، طلبتها من موقع، يعني موقع أوروبي. خلينا أشوف جابولنا إيه. أنا قلت أفتحها معاكم كده أشوف الدنيا فيها إيه، يا ترى جابوا الحاجات صح ولا جابوا حاجات غلط. بسم الله. أنا طبعا عارفة أنا طالبة إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نشوف معاملات الأوروبيين زي العرب ولا تختلف؟ بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، عشان ما حسسني ان هم جايبين لي كاسات هنشرب فيها الشاي، يعني قابل للكسر. انا ما طلبتش اي حاجه قابله للكسر، مش عارفه ايه القابل للكسر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ورق ما علينا. الواحد يقعد يطرقع في كل شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. بس يا بابا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طالبة طبعا برفانات. كويس. يعني نوعا ما جابوها. وطلبة كحل. كحل بتاعهم جميل جدا 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 ورخيص. لما الواحد يدخل المحل هنا، يعني القلم الكحل الكويس هيدخل في 70-80، الكحل بتاعهم ب14 ريال. بس بصراحة رائع، اكثر من رائع. الحركة اللي كل الناس بتعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلو. ده برضو نفس الشيء، مش عارفة ده يعني مختلف شوية عنهم ليه. ده انا ما طلبتوش تقريبا. ده هدية. الله، ناس محترمين، جزاك الله خير الجزاء. غيره يا ام عبو، عارفة ده ايه ده؟ خلينا نشوف ده ايه. انا طالبة البرتان والشوكولاتة، طالبة 3 جولي هم. بس مش عارفه ده ايه بقى. ده بقى انا مطلبتوش. هما تقريبا بيدوا حاجات فوق انت يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده ايه بقى؟ والله بجد انا ده ما طلبتوش. هما تقريبا بيعملوا لي اغراء عشان اجيب منهم تاني. ما شاء الله ما شاء الله، ريحته روعه. بس تقريبا والعلم الله ده رجالي، من اسمه ومن شكله انه رجال. يختلف عن الحريمي. الحريمي كده تحس ان هو، بصوا يعني حتى شكله حلو. ما شاء الله. طيب غيره. مش عارفه دي ايه والله. شميه يا ام عبو بتعرف. يمكن حاجه لها علاقه بالشعر، سيرم او حاجه زي كده. وده لوشن. ما شاء الله ما شاء الله. بص يا جماعه، هو ده الفرق بين التعامل مع الشركات اللي الشركات اللي بره والشركات بتاعتنا. لا حول ولا قوه الا بالله. جميله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ودي برضو انا والله ما طلبتهاش، نفس الماركه برضو. بسم الله الله الله، روعة بصراحة، ريحتها روعة روعة روعة. يعني لحد دلوقتي الحاجات دي كلها أنا ما طلبتهاش، يعني دي فوق البيع فوق البيع. حلوة فوق البيع دي يا أم عبو. ما حسستها إن أنت بتشتري سمك يا حاج. وده تقريبا والعلم الله شامبو، هو باين مش والعلم الله. لا المسكرة أنا طلباها. حلو جميل. برضو حاجاتهم رخيصة جدا. يعني المسكرة دي لما اجي اشتريها من برة اقل شيء هشتريها ب100-120. انا جبتها من عندهم بالظبط ب45 ريال. حلوة جدا 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 بصراحة. والكحل بتاعهم زي ما قلت لكم ملوش حل. يعني هما دلوقتي ادوني حاجات فوق البيعة. ايه الحاجات اللي فوق البيعة؟ ادوني، بسم الله
ماشي بشوية يمكن. ادوني ده ودي، يكونوا غلطوا ويرجعوا ياخدوهم تاني. والله ما عادوا واخدين حاجة حلوة ياخدوهم تاني. دي اللي بيدخل عند المعبود هيطلع تاني. اكيد لا طبعا، ده الكحلة انا اللي طلبوها. ايوة الحاجات دي كلها جاتني من الشركة. بصوا بعيدا، حتى كانت في كيس لوحدها، بعيدا عن الحاجات اللي انا طلباها. وده كمان وتقريبا روج، والله اعلم روج اعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. روج وردي كده لونه حلو، حتى ريحته حلوه. فشوفوا يا جماعه، سبحان الله بعض الشركات مش عارفه يعني هما بيعملوا كده مع كل الناس، ولا عشان انا اول مره اطلب منهم، ولا ايه؟ يمكن جر الرجل مثلا، جر الرجل عشان اشتري منهم. والله كل شيء جايز. المهم جاني الشامبو ده والاثنين البرفان دول، بس دول رجالي، دول رجالي الاثنين، واللوشن وده مش عارفه ده يمكن معطر جسم او يمكن للشعر، لسه هقرا اللي عليه واشوف ده ايه. هو للجسم. والروج ده، الحاجات دي جاتني فوق البيعه زي ما قلت لكم. والله كويس. دي بقى الحاجات اللي انا طلبتها، البرفانات دي انا طلبتها لي انا، رائعه بصراحه. ده اللي هو اسمه فراوي، ده حكايه حكايه حكايه. ايوه ده جميل بصراحه، ملوش حل. افتحي يا ام عبود، افتحي وري الناس. بسم الله، عنديش خول انا. بصوا دايب كده، افتح كده العبيك هو فتحها كده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة البرفان ده يا جماعة انا هو ده البرفان بتاعي المفضل، استخدمه باستمرار، استخدمش غيره، ملوش حل ملوش حل بصراحة. يا سلام، شوف الحاجات الحريمي كده، تحس ان هي يعني ريحته، بصوا ريحته خيال بصراحة، تحسوا انها بتاخدنا في عالم تاني. جميل جميل جميل، ملوش حل. انا ما بستخدمش غير ده، بحبه جدا. في انواع تانية برضو، بس ده هو نمبر وان بالنسبة لي. فيراوي فيراوي، جميل 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 جميل، ملوش حل، روعة. والاثنين وده توداي برضو جميل جميل، ملوش حل. وده مش عارفة اسمه، انا بيعجبني بس اسمه مش عارفة بصراحة. اليرنج اسمه، اليرنج او حاجه زي كده. بس الاثنين دول حكايه يعني، احنا طلبنا طلبنا الكحل. بسم الله، وطلبنا المسكره. فين يا شباب المسكره لو سمحتوا؟ محدش يصادرها. طلبت الثلاثه البرفانات دول والاثنين كحل والمسكره، دول كلهم بكام؟ الثلاثه والمسكره والاثنين الكحل كلهم ب162، يعني برضو اسعارهم حلوه جدا. لو الواحد دخل محل برفانات هنا وراح يشتري واحده زي دي، يعني اقل شيء 300 ريال، اقل شيء اقل شيء 300 ريال. زي ما قلت لكم دول 162 كان عليهم عرض، الثلاثه دول، الثلاثه والكحل والمسكره معاهم. وفوق ال162 جابوا لي الحاجات دي، والله زي ما بقول لكم كده، الشامبو والروج واللوشن، وده تقريبا للشعر سيرم او حاجه زي كده، واثنين البرفانات الرجالي دول. بسم الله ما شاء الله، والله ناس محترمين بصراحه يعني. وجابوا لي برده الكتالوج بتاعهم، مش بقول لكم جر الرجل عشان اشتري تاني، يعني بيقولوا لي يعني مثلا عندنا حاجات حلوه وكده. اسعارهم والله حلوه جدا بصراحه يعني، ومنتجاتهم فخمه بصراحه. ده اللي جابوا لي منه ما شاء الله. يعني دي كانت تجربه مع ايه، مع شركه اتعاملت معاها، وانا والله فتحت الكرتونه قدامكم ما كنتش اعرف فيها ايه. وفوق ده وده بقى، بصوا احلى حاجه ده، جابوا لي ده عشان كده اقعد كل شويه اعمل كده. مين اللي بحب يعمل الحاجات دي زي كده، ولا انا بس اللي بحب كده؟ بتهيألي كل الناس بتحب كده بتاع ده. بصوا لما الواحد بيطرقعه كده تحسه براحه نفسيه كده كده. بطلي هبل يا ماما. المهم يا جماعه، دي كانت تجربتي مع الشركه اللي انا طلبت منها الحاجات، وجابت لي بسم الله ما شاء الله
يعني جابت لي دول ب162 وجابت لي دول فوق البيعة، برضو حلوين مش وحشين. الله يجزاهم خير يا رب بقى يكونوا مسلمين، الله يجزاهم خير. هو اللي جابهم لي مسلم، معرفش بقى المندوب كان مسلم، معرفش بقى الناس بتوع الشركة دول ايه، الله اعلم. بس هي دي كانت تجربتي، وحبيت اشارككم معايا في التجربة واوريكم الدنيا فيها ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.